Radio Bebeskiste. اليوم عملنا المطلوب. صحيح قبلنا بونتو في مجرى اللعب، لكن كانت المباراة غادي دخلنا في اللعب كون يفوق. الحمد لله انتصار في الوقت، ان شاء الله معناها مازال ان شاء الله نكونوا حاضرين خير، وان شاء الله معناها الفريق معناها يكون في مرتبة مشرفة خير من المرتبة هذيك. باهي فخر الدين، اليوم لعب بجنبك سيف دقاع، ظهر فما تجانس كبير ياسر بيناتكم، كيفاش حسيت روحك مع سيف اليوم؟ سيف تبارك الله عليه، ظهري اليوم عمل مباراة كبيرة. ما عنديش مشكلة، أنا معناها يلعب سيف، يلعب إليه، نلعب أنا، يلعب بوكو، معناها الحاضر إزازي. كلنا معناها المهم يعني اللي يهبط سيرتيران يأدي معناها الواجب. الحمد لله اليوم كما نقولوا ما قبلناش يعني بونتو في اللعبة، معناها الحمد لله هذه حاجة تحسن. إن شاء الله مزيد على ماتشات أخرين، إن شاء الله نعملوا بخير.